سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، وعواشركم مبروكة تدخل عليكم يدخل عليكم هذا الشهر هذا، باش ما تمنيتيو ان شاء الله كاع داكشي اللي كتمناو في خاطركم الله يحقو لكم. توحشتكم بزاف، سمحوا لي طولت عليكم، ما صورت لكمش هاد الايام اللي قبل من هادي، سمحوا لي، كان عندي شوية كنت شوية مشغولة، كنت كنوجد شوية، كان راكم عارفين التخمال مع توجد وتبارك الله حنايا المغربيات عاد كتجينا الحداقه ملي كيقرب شي رمضان ولا شي عيد ولا شي حاجه، راكم عارفين العادات ديالنا والتقاليد ديالنا، وكنظن في كاع البيوت المغربيه والجزائريين كذلك حتى هما عندهم نفس التقاليد. والحمد لله كنقادو بشويه بشويه. ودابا اليوم بغيت نصور لكم، بغيت هكا نتواصل معكم ونعطيكم افكار الوجبات الصحيه، كذلك نقول لكم واش ممكن تكملوا في الصيام المتقطع. بزاف ديال البنات كيسولوني واش ممكن نكملوا في الصيام المتقطع طيله شهر رمضان، علاش لا؟ كاين بزاف اللي عجبهم النظام ديال الصيام المتقطع اللي كنت حطيت في القناه ولقاو عليه نتيجه ايجابيه وبغاو يتبعوه في رمضان في الشهر ديال الصيام، وقالوا لي ما عرفناش كيفاش نتبعوه. انا اليوم في هذا الفيديو غادي نعطيكم كيفاش تقدروا تتبعوا الصيام المتقطع حتى في رمضان ان شاء الله. غير هو راه سهل جدا، غير تبعوا معايا الفيديو واكيد غادي تاخذوا فائده. بالنسبه للصيام في رمضان كما كنعرفوا كنصوموا النهار كامل، على عكس الصيام المتقطع كنديروا صيام وكناكلوا ونعاودوا ناكلوا ونعاودوا نصوموا ونعاودوا، المهم متقطع كيتسمى، على هذا الشيء سميناه متقطع. كان الصيام المتقطع كتفسير بسيط جدا غادي نبسطو لكم، هو اننا كنصومو 16 ساعه وكناكلو 8 د السوايع 8 ساعات، اذا تقريبا داخله فيها حتى النوم، عدد الصيام 16 ساعه داخل فيها حتى عدد ساعات النوم، وكناكلو في داك 8 ديال الساعات. بخلاف رمضان كنصومو النهار كامل وكناكلو في داك الوقيته ما بين المغرب والفجر، كنحاولوا نتناولوا الاطباق ديالنا. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيفاش نتبعوا الصيام المتقطع في رمضان، كنقول لكم بانه بحال دابا في الفطور ديالكم ملي اذن المغرب كتحاولوا تبداو بثلاثه التمرات وكاس الحليب، ولا تبداو بحال هكا بثلاثه التمرات وكاس ديال العصير، ولكن كنفضل العصائر تكون ما فيهاش السكر، تكون طبيعيه، وردوا البال العصائر حيت كيكون فيهم نسبه كبيره ديال السكريات. يعني مثلا الا درتيو غير واحد الكاس ديال الليمون يكون فريش هكا، راه فيه كل ليمونه وحده فيها 60 سعره حراريه، يعني لا عصرتي جوج ليمونات يعني راه 120 سعره حراريه، ردوا البال شويه عفاكم. ولا بغيتيو كاع تبداو تاخذوا غير كاس الحليب مع ثلاثه التمرات غيكون احسن واحسن، غير الا بغيتيو شي مره تشهيتيو شي عصير حاولوا ما ديروش السكر فيه، حاولوا ما تزيدوش السكريات، وكيكون مزيان ويكون غير كاس واحد فقط بلا ما تزيدوا الكاس الثاني والثالث، غيكون سعرات حراريه اكثر. هذا هو الوجبه الاولى كتكون على هذا الشكل، ثلاثه التمرات وكاس الحليب. من مور الوجبه كنوضوا بحال هكا، نوضوا نصليو المغرب ولا شي حاجه، نقضيو شي حاجه غير مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ونرجعوا ناكلوا الوجبه الرئيسيه. الوجبه الرئيسيه بحال دابا ناخذوها مع ديك التسعود، بحال دابا خذوا الوجبه الرئيسيه تكون فيها شوربه حارقه للدهون من الافضل، ولا شوربه اخرى الحريره كنقولوا عليها جوج مرات في الاسبوع في رمضان ان شاء الله الماكسيموم، يعني الا قديتي وتاخذوا غير زلافه وحده مره في الاسبوع يكون احسن، الا ما قديتيوش جوج مرات في الاسبوع. والشوربات استعملوا الشوربات الحارقه للدهون، غادي نحاول نوع لكم في الشوربات ديال حرق الدهون حتى في رمضان حيت كيساعدوا بشكل كبير في انقاص الوزن. وكذلك من مور هذا كتاخذوا شوربه مع واحد الحصه ديال البروتين، البروتين يكون اما دجاج اما لحم اما سمك، كذلك غادي تاخذوا واحد الحصه ديال السلطه، تكون سلطه حتى هي مزيانه، السلطه مع البروتين مع الشوربه الحارقه للدهون او اي شوربه، المهم تكون شوربه صحيه.
هذا هو الطبق الرئيسي. من مور الطبق الرئيسي كيكون عندنا وجبه السحور. وجبه السحور كتكون على الساعه بحال دابا 11 حتى 12، غادي تكون وجبه خفيفه بزاف، غادي تاخذوا فيها فاكهه وتاخذوا فيها بحال هكا شي شويه ديال السفوف او سلو المغربي. الا ما بغيتيوش تاخذوا السفوف او سلو، ممكن تاخذوا واحد التميره وحده مع الفاكهه او جوج فاكهات فقط. يعني هذا هو الوجبه ديال السحور. ممكن تتناولوا كذلك واحد يوغورت طبيعي مع نصف عصره ديال الليمون، هذا في وجبه السحور، وغيكون طبق متكامل ان شاء الله. وغتكونوا بتيو مخفين على راسكم، ما تكثروش، حيت الاغلبيه ديال البنات كيغلطوا وكيتناولوا وجبه السحور كتكون هي الطبق الرئيسي، وهذا الغلط كبير بزاف، حيت الجسم ما كتعطيهوش فرصه باش يحرق لكم داك الدهون المتراكمه. بخلاف الا ما بديتيو السحور ديالكم او الوجبه الرئيسيه ديالكم تكون هي مع التسعود، يعني كتعطيو شويه للجسم ديالكم الفرصه باش يحرق داك الوجبه هذيك اللي كتكون شويه فيها بزاف ديال السعرات. المهم هادو هما الوجبات اللي ممكن تحطو في خلال شهر رمضان، وان شاء الله بما انه غادي يكون ان شاء الله قريب شهر رمضان، غادي نبداو نعطيو وجبات صحيه متنوعه، وغادي نبقى نعطيكم افكار باش تشوفوا كيفاش ممكن تاكلوا الوجبات ديالكم في شهر رمضان وما يجيكمش الجوع، وكذلك تنقصوا وزن كبير ان شاء الله. حاولوا غير فقط تكون عندكم شويه ديال الاصرار والعزيمه بحال ديما كما كنقولوا، وراه كلشي ساهل، والريجيم ديالنا اللي كنتبعوا راه ريجيم صحي بدون حرمان، وكيناسب كاع الفئات العمريه وكذلك كاع الاجناس، الناس كاملين ممكن يتبعوه، الاطفال الصغار حتى هما ممكن يتبعوا هذا الريجيم هذا، غير هما الاطفال. حاولوا تحيدوا لهم داك الوجبات السريعه، كذلك الحلويات، هادشي كامل حيدوه. ان شاء الله غادي نقدروا نحطوا حتى وجبات خاصه بالاطفال الصغار، حتى هما نقدروا نحطوهم في هاد القناه ان شاء الله. نتمنى نكون عطيتكم فائده وافاده في هاد الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف لكم، شكرا على المشاركه ديالكم في القناه والثقه ديالكم اللي وضعتيوها فيا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، كنبغيكم بزاف، تهلاو ليا في راسكم وتبعوا في الريجيم ديالكم. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.